واتساب everybody، مرحبا جميعا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ طبعا اليوم فلوج جديد، واليوم رح يكون في عنا تصوير في مدينة رام الله. ما بدي اشرح، خلينا نفلش خلينا نبلش الفلوج. Let's go. طبعا الساعة 8 الصبح، وزي ما انتو شفتوا الشوارع فاضية. Let's go، لان لسه انا مش مصحصح. Let's go. طبعا وبحب احكي لكم كل عام وانتم بألف خير، لانه ضايل يومين وببلش شهر رمضان المبارك، فما بعرف كيف رح يكون الاجواء، كيف رح تكون، يعني بعرفش اذا رح نقدر نعمل فلوجات، فلسه انا مش مصحصح، مش عارف احكي. Let's go. شو رأيك إنه نزلنا وما لقيناش حدا؟ عارف؟ إن شاء الله ربنا هيك يهون علينا ونخلص من هالوباء نرتاح. إن شاء الله. هيك ممتاز، هيك الزاوية ما شاء الله. شو بدها هيك جو؟ بدها كاسة قهوة تجنن. الله الله على القهوة. مع سنجارة. هيك الواحد بيكون صحصح. يا هشام. شو بتعمل؟ والله عم بحضر بالصوت عشان زي ما انتم شايفين. خلينا نروح، يلا تعال نطلع على كواليس العمل. خلينا نروح نشوف كواليس العمل. اليوم راح اكون انا مسؤول بهندسة الصوت. هذا هو اللوكيشن. طبعا بعد الغياب والجمهور اشتاق لنا واشتاق لك، واحنا اشتقنا لهم. احنا بنصور سبوت سبوت توعوي، خليك بالبيت عشانك وعشان عيلتك، مع اخونا ابو هشام وابو وديع. استنونا قريبا، خليك بالبيت. وهيك بنكون انتهينا من التصوير. كلمه للجمهور. ارهاق، مع انه سبوت صغير بس تعبنا فيه. والله تعبنا. ان شاء الله يعجبكم. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. يا الله. هلا احنا بدنا نرجع على نابلس، كمامة، كفوف، ضروريات عشان الكورونا. طبعا هيك بنكون خلصنا من باتونيا، حاليا متوجهين الى مدينة نابلس. كيف بحكي رسمي صح؟ بضبط اكون مذيع صح؟ وين؟ ليتس جو. طبعا واحنا راجعين على نابلس الطريق مسكر، بالك شو في ايش؟ طريق حوانا مسكر، وجينا من طريق اتسهار على مخفية منطقة نابلس الجديدة، برضو في ترابية وعمالها الجراح بتشيل فيها. احنا مشكلتنا بالثقافة، الثقافة اللي مرسخة هون، يعني الواحد بده ياخذ دوره ودور غيره. طلع طلع كل هذا عشان ما يفسحش مجال لأخوه ولا صاحبه انه يموت. شو بدي احكي؟ زي ما انتم شايفين طلع هلا شحون، هون راح مسكر الطريق وعامل ازمه لحاله. يعني كل واحد صف عضله، يعني مش عارف كيف اوصف لكم الاشي. يعني زي ما انتم شايفين هدول حيوانات بس منظمين. Paradise of the ocean.
If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello.